ان اللي بيحصل في سوق السجاير في مصر مهزله مهزله. مش مهم مين بيدخن ومين ما بيدخنش، مش مهم ان التدخين ضار جدا بالصحه ولا مش ضار، ده هو ضار جدا بالصحه طبعا، بس مش دي قصتنا. انا قصتي هنا خبريه اعلاميه، خبريه اعلاميه ان في سلعه، سلعه من السلع سميها اكس واي زد، سلعه من السلع موجوده في السوق المصري، اللي بيحصل في سوقها، في سوق هذه السلعه مهزله. تقعد كده يا نهار ابيض هو في كده؟ فيترد عليك من بتوع السجاير والبقالين والكشاك ده في كده وفي كده وفي كده. عايز تاني ولا كفايه؟ ايه يا جماعه ده؟ وصل الامر خلال الاسبوع العشر ايام اللي فاتوا، يعني كان في ازمه في وقت من الوقت، كان في ازمه لما قال لك هيترفع سعر السجاير ومش عارف ايه، فده دايما احنا واخدين عليه من القرن اللي فات، وهو ان لما الناس يعرفوا ان اسعار السجاير هتغلى شويه بيقوموا مكمرينها عشان يبيعوها بالسعر الجديد، فمعروفه. فاحنا بنصبر على الازمه دي 3 4 5 ايام اسبوع بالكتير لحد ما الاسعار الجديده تنزل والازمه تفك. حلو حلو، اصبر بقى، حلو حلو. طب الاسبوع ده جه وعدى، الاسبوع بتاع رفع سعر السجاير ده جه وعدى، وطلعت اسعار السجاير الجديده وعرفناها وقلنا خلاص بس تمام، غليت غليت مش مهم، قلنا دي اللي هي المدة يعني عشان يبقى كلام واضح. فوجئنا بقى بدل ما السوق يتضبط ويتظبط ويتربط والاسعار تتباع والسجاير تتباع بالاسعار المعلن عنها، ايش الكيلوباترا بايه وايش المارلبورو بايه وايش الميريت بايه وايش الدافيدوف بايه وايش كذا ايه، فوجئنا ان الازمه استمرت بس بقى خدت شكل هزلي جديد. ايه الشكل الجديد؟ ان بقى يتعمل مزاد على السجاير، بقى يتعمل مزاد على السجاير. المحل ولا الكشك ولا المصدر يعني اللي بيبيع السجاير براحته بمزاجه، يقول لك انا عندي علبه كذا ب 80 جنيه شاري، ولا تروح تروح يا برنس. وهو هنا بيلعب على نفسية الخرمان. تسمعوا عن نفسية الخرمان؟ كلمة الخرمان دي كلمة دارجة، مش عارف ليها اصل في اللغة العربية، اكيد لا طبعا. كلمة دارجة في الشارع المصري معناها انه المزاج متعطل، المزاج متقريف، المزاج مش تمام، سواء بقى يقول لك خرمان على كوباية شاي او خرمان على فنجان قهوة او خرمان على سيجارة، بس هي بتمشي اكتر مع السجاير. فنفسية ومزاج الخرمان تجيبه بأي حاجة بقى، خلاص أنت كده بت 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 بتعمل له حاجة اسمها إذعان، بتجبره على حاجة طالما هو خرمان إليها. فيقول لك والله أنا عندي سجارة بس ب 80، تقول له حرام وليه؟ ده الحكومة بتقول إنها ب 65 ولا 64 ولا 58، يقول لك يا باشا روح اشتريها من هناك لو لقيتها. وتخش على الناحية التانية يقول لك دي لا 72. وبعدين كمان البياع دلوقتي بقى برنس، بقى بيقيم الزبون اللي قدامه. بيقيم لو شاب كده صغير وواضح ان هو مجمع الجنيه على الجنيه وبتاع، يقول له يزود له مثلا لو السجاره ب 58، لو علبه السجاره ب 58 يقول له ب 60، ياخد منه 2 جنيه بس. لكن لو واحد بيه كده وداخل وبتاع بيقول له اديني علبتين سجاير، يقول له العلبه ب 80، ما انت بيه ونازل من مرسيدس وبتاع ادفع. فبقى البيع كمان على حسب هيئه الزبون. دي كارثه، دي بجد كارثه. وانا مش عارف الحقيقه ضبطها وربطها فين، حكمتها عند مين، رقابتها على مين، التفتيش على الناس دي على مين، مش عارف الحقيقة. رحبوا معايا بالسيد هاني امان. مساء الورد هاني بيه. اهلا وسهلا تامر بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير. والله تمام ان شاء الله، ربنا يكرمك. طبعا انا الحقيقة سمعت المقدمة بتاعت حضرتك ويبدو ان حضرتك فعلا حطيت صباعك على شيء مهم. حاجة صعبة جدا، وانا بعمل لك مناشدة، هو مناشدة واستغاثة يا استاذ هاني. المناشدة بتقول الخرمانين تعبانين. بص حضرتك، انا دايما بقول الـ احنا كشركة مسؤولين عن 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 مزاج الشعب المصري. احنا 75% من السوق المصري، واحنا الحقيقة حريصين جدا على كل من هو مدخن. الجماعه المستهلكين بتوعنا وقفوا ده طبعا مع الوضع في العباده، واحنا عارفين ان التدخين ضار جدا بالصحه. احنا طبعا احنا برضو انا عايز اوضح، انا لازم اقول كده عشان الاعلام يفترض والصح والصحه تفترض كده. انتوا كنتوا بتكتبوها على العلب اللي بتبيعوها.
انا عايز اقول لحضرتك انا شخصيا مش مدخن، ومجلس الاداره ما هوش مدخن. يا نهار ابيض. وعايز اقول لحضرتك ان احنا ما فيش اجراء واحد احنا بنعمله في الشركه بيساعد على التدخين غير ان احنا بننتج السيجاره، بمعنى احنا ما فيش. لا انت ولا كل اعضاء الشركه بتدخنوا؟ لا لا، انا بتكلم على اعضاء مجلس الاداره. اعضاء مجلس الاداره فيها مدخنين. لا انا بتكلم على انت واعضاء مجلس الاداره. انا واعضاء مجلس الاداره ومعظم الاداره التنفيذيه ما بندخنش. الحقيقه برضو انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا. هي مش غريبه، هو مش معنى ان احنا احنا فندم زي ما قلت كده، احنا بندير منظومه اقتصاديه كبيره قوي اسمها الشركه الشرقيه، منتجها هو السجاير، وبالتالي احنا عندنا ناس مسؤوله عن انتاج هذه السلعه المطلوبه من يعني جزء كبير من الشعب. او هم المستهلكين، وهي 75% زي ما قلت من الحصه السوقيه من سوق التدخين. تمام. المنظومه الكبيره ديت الحقيقه هي احنا اكبر زي ما بقول اكبر كيان تجاري موجود في الدوله. احنا نيجي بعد قناه السويس في الدخل. يا هاني بيه، انت دلوقتي بتتكلم خرمانين ما عندهمش طقطان يسمعوا كل ده، فين السجاير وسعرها عامل كده ليه؟ السجاير يا فندم احنا متعودين دايما في شهر 6 أو 7 من كل سنه. ان بيجوا التجار بيبقوا متوقعين في السنه الماليه الجديده، معناها الموازنه الجديده، معناها انه احتمال يحصل زياده ضريبيه جديده، فبيبداوا عمليه تخزين. احنا دي قصه متعودين عليها. صح. وبنتعامل معاها من عارفينها واخدين عليها وبنتحمل الاسبوع ال10 ايام ده حجمها قد ايه، وبالتالي بنشتغل عليها وبنطلع كميات محدده لناس احنا عارفينه. يعني اصل الموضوع متعامل عليه، وغالبا بيحصل جنيه او 2 جنيه زياده في سعر العلبة وتمام. احنا السعر اخر مرة زودنا فيها سعر العلبة كان في شهر مارس اللي فات ل 24 جنيه. وتوقفنا هنا عن الزيادة لحتى هذه اللحظة، ما حصلش زيادة اخرى. اللي احنا اكتشفناه ال 24 جنيه ده سعر ايه يا ريس؟ ده سعر علبة السيجارة كل منتجات الشركة الشرقية من السجاير. ايوه العلبة كليوباترا سعرها 24 جنيه. كليوباترا البوكس والسوفت والسوبر والعلبة البونديال كل منتجات السجاير. ماشي. انت عارف بقى العلبة كليوباترا دي بتتباع بكام في السوق؟ احنا سمعنا انت بتضحك على ايه يا هاني بيه؟ ده انا بقول لك ناس حرمانه وانت بتضحك. انا يحزنني يا فندم، انا يحزنني ان ده يكون بيحصل. احنا العلبة ب 24 دي بتتباع ب 40 و45 و50. سمعنا كده يا فندم، والحقيقه احنا بقى لنا اسبوعين ثلاثه شغالين مع الاجهزه الامنيه والتموين والجهاز الرقابيه، واعتقد ان هم عملوا شغل كويس قوي في الفتره اللي فاتت. بقى لنا اسبوع على الاقل طلعوا كميات كبيره متخزنه. انا احنا عندنا تفسير للزياده الغير منطقيه الغير مبرره اللي حصلت. انه تعرف حضرتك سوق السجاير فيه برضه تهريب، وفي بعض المهربين اللي هم الناس الكبار اللي هم بيشتغلوا في سوق السجاير. علبه السيجاره المهربه غليت ليه؟ لان الدولار غلي وتكلفه التهريب غليت وتكلفه وخلافه. علبه السجاير المهربه لازم تكون دايما ارخص من العلبه الكليوباترا. ليه؟ لان الكليوباترا هي البنش مارك بتاع السوق، هي اساس تسعير السوق كله. تمام. سواء السجاير الرخيصه او الغاليه. تمام. فبالتالي علشان العلبه المهربه تتباع ويبقى لها سوق، لازم العلبة الكليوباترا تغلى، وبالتالي غلي ابتدت تغلى بغلو الدولار وغلو التكاليف التهريب نفسها. فبالتالي احنا وصلنا الى هذه المرحله. احنا الحقيقه بناخد اجراءات معينه في عمليه التوزيع. احنا زي ما برضو اكبر شركه توزيع في مصر، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نوزع مننا ايوه بس اللي حضرتك بتقوله ده يا هاني بيه، انت بتقول ان انتوا تعاملتوا مع الاجهزه الرقابيه وعملتوا اجراءات وكذا. بس الحقيقه النتيجه ما غيرتش حاجه، الوضع اللي انا بقول لك عليه ده مستمر لحد النهارده. هيتغير يا فندم. برضو في نقطه لازم ناخدها في الاعتبار، ويمكن دي كانت التجار خدوا بالهم منها، انه احنا في مصر، وفي مصر حصل نوع من في الحرب الاوكرانيه والسلاسل الامداد واللوجيستكس بتاعت ورود المواد الخام برضو اثرت شويه على تواجد المنتج. فاحنا علشان نحافظ على استمراريه البضاعه وهي طالعه، قمنا برضو يعني قننا الكميات اللي طالعه علشان نحافظ على المنتج يفضل موجود طول الوقت. طبعا ده كان ليه طبعا جزء من التاثير، ولكنه ما بنقولش ان هو التاثير ده بتاعه كان 2-3 جنيه، انما الغير مبرر هو الارقام الغير مسبوقه
الحقيقه احنا سعداء ان المستهلك بتاعنا وولاء المستهلك للعلامه التجاريه بتاعتنا او للمنتج بتاعنا فاق الخيال. يعني معنى ان هو ان سمعنا ان العلبه وصلت ل 50 و60 جنيه من 24 جنيه. ده حقيقه حاجه نحترمها جدا ونقدرها جدا ونشكر المستهلك بتاعنا على نشكر ايه يعني بايه؟ يعني بايه؟ انت بتكلمني عشان تقول لي ان انت فرحان بالدخل اللي داخل للشركه؟ لا يا فندم، الدخل ما دخلش يا فندم. يا فندم ولا دخل الشركه. ايوه ولا داخل في جيب البقال ولا البتاع. ما تفرحش لما يحصل تهريب وتخزين واتجار غير مشروع ومحترم بسلعتك، دي حاجه مش حلوه. الحلو يا فندم هو فعلا الاعتراف بالمنتج بتاعنا. اللي مش حلو واللي محزننا هو ان احنا دي مش السياسه بتاعت الشركه. سياسه الشركه هي خدمه المواطن محدود الدخل اللي احنا مصممين طول الوقت ان احنا نديله العلبه ب 24 جنيه. وبالتالي واحنا ما غليناش، احنا كنا نغلي. طيب كنا خدنا الاسعار والفايده لينا. اور استراتيجي او سياسه الشركه ومجلس الاداره هو ان احنا نخدم هذا المستهلك ب طيب يعني هل عندك معلومه دلوقتي تضمن بها الناس ان السوق هيتظبط؟ الاسبوع الجاي احنا هنضخ كميات اكبر ان شاء الله في السوق. المهم انها ما تتباعش باسعار اكبر برضو. برضو احنا اتفقنا مع الاجهزه الرقابيه على تكثيف الحملات خلال الفتره الجايه. يا فندم عارف الحل ايه يعني بيه؟ لما حضرتك دلوقتي تنتج وتضخ كميات اكبر الاسبوع الجاي عشان تعمل وفرة وسيولة في السوق لازم تبلغ الاجهزة الرقابية المعنية. انا ما اعرفش مين بقى، سواء التموين ولا المستهلك. ايوه حماية المستهلك. ما احنا عملنا كده. طب انا هقول اهو يا ريس. أيوة. لازم تبلغهم باماكن توريدك، يعني المكان ده واخد مننا 10,000 خرطوشة بالظبط، فلما المكان ده يقول ما عنديش الجهاز الرقابي ينزل يشمع له فورا. احنا شاركنا الاجهزه الرقابيه خريطه توزيعك لازم تبقى عند الاجهزه الرقابيه، الكشف بالاسماء بالكميات بس. هذا هو المراد من رب العباد، هم شايفينها بنفسهم وعارفين هي راحت فين، وبالتالي هم هيراجعوا هذا الموضوع. شاكر الافضال يا استاذ هاني، شكرا جزيلا استاذ هاني امان. والحقيقه حاجه غريبه قوي 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 ان هو وكل اعضاء مجلس اداره الشركه الشرقيه للدخان اللي هي الايسترن كمباني ما بيدخنوش. ده احنا كنا عارفين المثل بيقول لك طباخ البسبوسه بيدوقها. فغريبه قوي غريبه قوي يعني.